الجامعة الوحيدة اللي كتبان لي غادي ما فيها لا تنمية لا والو، ما فيها ما فيها لا مبادرة تنمية البشرية، ما فيها ملاعب القرن السابع ممتازة فيها، ما عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الجامعة هذه. درنا المشروع اللي قلنا درنا هو البرمجة اللي العام اللي فات. توافقت عليها صح. البرمجة لا اللي كاينة هو اللي بغيت نسأل عليه واحد القنطرة اللي كاينة ورا الوزير الزرق هذه كتفك العزلة بزيد على ثلاثة. ما عرفتش واش برمجة ولا ما برمجاش هذه. شنو هو؟ الكرة. ولكن تبغى برنامج عمل عندكم علاش مش هي ما كاينش برنامج عمل؟ راه خاصو يحط العضو ديالو هذيك راه هذيك راه بغا يحط العضو راه ملي كتقول الشتاء لاحظت السلامه راه فورا الدراري ما كيقراوش المغربيين ما كيدوش. شنو دائرة تاع شنو النوار؟ والله ما عرفتش. هذيك راه قنطرة كبيرة كبيرة مدير. غادي نمشيو مشروع مشروع وغادي نوصلوا لكن مجموعة كاينة مشاريع هنا اللي غادا تمشي في إطار شراكة غادا تحيد ما غاداش كاينين جوج المشاريع عندنا اقتناع عقار في إطار ديال السياسة ديال رصد الجامعة لنا هادي واحد السنوات حنا كنرصدو كل فائض كنرصدو واحد المبلغ في اقتناء العقار باش يكون واحد الرصيد ديال العقار عند الجامعة اللي صار عليه مجلس في إطار برنامج العمل هو 300 ألف درهم صناعة عقار بناء قنطرة بمركز سي تي جي لمدخل دوار السكوكة دوار هذا الدوار ديال السيد اللي هو 200 ألف درهم بناء قنطرة بمركز سي تي جي مدخل ديال المركز ذوي الاحتياجات الخاصة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة 200 ألف درهم بناء منشأة فنية بدوار المخوضين 100 ألف درهم تصوير مقبرة بدوار شتيوات 140 ألف درهم بناء أقسام التعليم الأولي 300 ألف درهم النقطة راه دازت واخا شوية مشحونة المهم دازت الأمور مزيان تم تصويت على النقاط جميع النقاط بالأغلبية المطلقة كان بعض التساؤلات الإخوان احنا حاولنا نوضحوا لهم الناس كتبغي تمرر شي مغالطات راه حنا وضحنا عطينا ما مدرقين عليهم حتى شي حاجه الاهم النقطه كاع هي البرمجه والبرمجه دابا راه حنا المجالس كامله راهينا ببرنامج العمل اللي وضعت هادشي اللي درنا خدينا المشاريع اللي ديجا صوت عليها المجلس في برنامج العمل بالنسبه للمجلس كيدير اللي عليه وكل جهه راه حتى هي المسؤوله على داكشي الواجبات ديالها اللي خاصها تدير المجلس راه برمج ما عمر سيدي تي جي كانت وقفات البرمجه ديالها ولا شي حاجه ديما المشاريع اللي تياخذ فيها المجلس المقرر تم التنفيذ ديالها ماشي بعد ما كانت وصلوا بالتاشيره ديال المشاريع كاين اقصاء وكاين اقصاء وسيدي تي جي ماشي غير سيدي تي جي سيدي تي جي والجماعات المجاوره ليها كاين بوكدرا كاين السيد القرعاني مصابيح مراسله كاينين جماعات اللي مقصيه بشكل كبير السبب هو كنبقاو حنايا كنبقاو عايشين السياسه على طول الفتره الانتدابيه ماشي كنفصلوا ما بين السياسه والتسيير يمكن هادشي اللي كاين نسرى خاصها تسالي السياسه في الوقت ديالها ولا الانتخابات في الوقت ديالها ومن بعد راه كنمروا للتسيير وكيولي الاقليم كامل سواسيه يمكنش نفضلوا جماعه على جماعه ولا نفضلوا بلديه على بلديه خص يكون كلشي سواسيه الا شفتي الحجم ديال دابا الا شفتي العدد ديال الكاريير ولا الحجم ديال هاد الماده اللي تتخرج الناس كيحسب لهم زعما راه كاين واحد المداخل اللي زعما خياليه الا بي راه المتر كوب ديال الجبس اللي كيخلصوا للجامعه هو 6 دراهم راه ماشي 20 درهم بحال سيما ولا ما يمكن بحال شي مواد اخرى اللي فيها 6 دراهم يعني شوف الكميه اللي غيخرجوا شحال كاع في السنه وضربها في 6 دراهم راه غادي تعطيك شحال غيكون المداخل والتوضيح وسيدي تيجي حنا من نهار تولينا الرئاسه ديالها راه الحمد لله غادا في التصاعد بالنسبه للمداخل بالنسبه لماده الجبس حنا راه لقينا غير 30 مليون سنتيم في 2009 حاليا حنا في والعدد ديال لي كاريير كان ديك الساعه ديك الوقيته كبير كانت شي 32 ولا 38 رخصه دابا راه ما كاينش حتى شي 12 ولا 14 رخصه
ورا المداخل الحمد لله وصلنا تتراوح ما بين 1,500,000 درهم حتى 1,300,000 درهم في السنه. ومن بعدهم بداك الشيء في حدود الامكانيات كيف قلت في الدوره بالمشاريع اللي قادر المجلس يبرمجها ويخدمها بيدو. ما نقدرش نقول راه غنجيب شي مشروع من شي جهه اخرى، انا غادي نحاولوا نطرقوا الابواب كامله واللي جاب الله تيسير فيها. نحاولوا الاخوان كي قلت لك يتفهموا هذا الوضع هذا ويخرجوا من هذيك الحجازات السياسيه، ولا يحاول الانسان يدير الجماعه سواسيه اقليم كامل بحال بحال. اذا استفدت الجماعه حتى الاخرين خصهم يستفدوا. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.